أحسن طريقة كيف تحمل الحياة هي المصلة، الأصلات. إذا عندك بصلة بتعود، كيف أحسن طريقة إنك تحملها؟ طبعا إذا انصعرت الحياة صارت تعود، بصير صعب ترويضها طبعا وهي على كبر. كعيب زي هاي، هذا مش حي، هذا كلب يعني، زي لوكو هاي. شايف؟ مصورة. بس أنا بلبس النظارة ديش تسيبني بعيني. شايف؟ عن جد بتخوف يمه. أكيد هاي الحية بدي أربيها. اعطيني عصاي. اكيد هاي الحية من نوع البورة طبعا، بدنا نحملها بطريقة ما بدون ما تصير تعض. طبعا بتعض حالها هي الشراسيب. تعالي شايف؟ من كثر ما هي مصورة عم بتعض حالها. تعال يلا خلي منظر يطلع. جايب الكيت القصة هي هون، بس القصة رفيعة طول هون. بعدين امسك الحية، بديش انا البسط انا لزق على بعض. لزق على بعض. بسكر. بسكر تنبه على الحية. انت راح تلزق وين انا بس اجي بتلزق مع الحية. ايوه لحظة شوي، بنلف التب. والله ما عززناش دمك من حية. بنحط التب بهذا الشكل. هذا الشكل. نبعد عن منخارها طبعا بهذا الشكل، ونفلت الحية. طبعا هذا الشكل بتقدرش تعض. خلاص خلاص خلاص. شايف؟ تحمل الحية، بتلعب بالحية وكل شي تمام، بتصير زي العرب. ومنها بتعودها على الترويض. بس بدك ايش؟
تضلك تحملها. ها هاي هيك بطلت عطش. هاي ها ولا اسهل منها، بتحملها بتلعب فيها كله تمام. هاي اسهل طريقه شايف، حتى انها بطلت تنفخ. لاحظ شطوره خفيفه. هي طبعا خايفه ومرتبكه وتفكر اني انا بدي اذيها، بس يعني مجرد انه خوف. وبتلعب فيها كل شيء تمام. طبعا هاي طريقه مضمونه.